ملخص الدرس القادم بعنوان المحافظ والفرق بينها. الفرق بين المحافظ المركزية واللامركزية. عند إنشائك محفظة سوفتوير مركزية مثل محفظة بلوك تشين، فإنك ستقوم بإنشاء حساب يتم ربطه مع الإيميل الخاص بك وتزويدك بكلمة سر وتسجيل هذه البيانات في خوادم المحفظة. هذا النوع من المحافظ ليس مفضلاً. أما عند استخدامك للمحافظ اللامركزية مثل Trust Wallet، فإنك ستحصل على 12 كلمة مفتاحية دون اضطرارك لإنشاء أي حساب أو تذكر كلمة السر. كل ما عليك فعله هو الحفاظ على الكلمات المفتاحية. محافظ السوفتوير اللامركزية، هناك العديد من الخيارات، أشهرها Trust Wallet، MetaMask، SafePal، Atomic، يوبي وولت، والعديد من الخيارات الأخرى. تابعونا وقوموا بتفعيل زر الجرس لوصول الدرس القادم إليكم.